قولهم لا تسيدوني في الصلاة، لا تسيدوني في الصلاة، وهو أيضا من الكذب. وبعض الناس يستشهد به على ما أشرت إليه منذ أيام على موضوع أن لا تقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد مثلا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وأنت، يستشهدون بأن هذا لا يجوز أن يقول على سيدنا بهذا الحديث المكذوب، وهو كذب أصلا، وهو لحن. قال إيش لحن؟ لحن مو لحن ما؟ نعم لحن، يعني الخطأ في اللغة والإعراب عند العرب، هذا يسمى لحنا. نعم وهو لحن، الأصل فيه إن كان فصيحا بليغا، ورسول الله أفصح الناس، أن يقال فيه لا تسودوني. سود يسود يعني جعله سيدا، لا سيد يسيد، هذه لهجة عامية. سود يسود جعله سيدا، نفس عصام سودت عصاما كما كانوا يقولون في مثل قديم عند العرب. إذن هذا كذب، لا تسيدوني في الصلاة كذب لا يصح. وقد أشرنا إلى أن هذا جائز، وفصلت في ذلك فيما مضى منذ